على عدم تطبيق القانون. كي نطبقوا القانون والوزاره تحرص على الاقل تطبق القانون كما يتكلم على الماده 8 في النون كوميل والماده 181 في قانون الرياضات اللي الوزاره تحرص على 305. فوالا النقطه الثانيه، انا اعتقد انه يبقى ليلو يجيب الفلسفه، يجيب لا استراتيجي، يعني سي لا تيت بونسونت مليح، ولكن اللي ينفذ هذه السياسه هي الاداره، سي لادمينستراسيون اللي تنفذ. يعني اللي الناس اللي يخدموا لي ويتر يكونوا خالصين ويجوا بكفاءات، يعني ما يعني ليلو سي سي ان كود دازار ان كود دي، يجي اي واحد بالك ما عندوش مستوى، لكن كي تجيب واحد في الاداره تجيبو بكفاءة عالية، تكون سير عنده كفاءة عالية، بدليل أنه لا فيدراسيون جي دو فوتبول لا لي فيدراسيون كيتعاملوا مع لاكاف مع لا فيفا، يتعاملوا مع المديريات، مدير تاع لي كومبيتيسيون، مدير جو سي با تاع القوانين، يتعاملوا مع الإدارة، الإدارة الميتريز ولا سانتاز ديرها لك الإدارة وليلي يستعرضها في جمعية عامة. لو نحسنوا الإدارة، لو نحرص كل الحرص على تواجد الكفاءات على مستوى ادارات الاتحادات والجمعيات اللي هما يمشوا الجمعيه، هما يمشوا للانديه الهاويه ولا الرابطات ولا الاتحادات، كي يكون الاداره قويه وتعطيهم صلاحيات واسعه، يعني واسعه، وتفرض على ليلو يطبق القانون، هنا نقدر نقول لك درت خطوه باش تصلح المنظومه. ولكن احنا واش نشوفوا في الحقيقه في الواقع، القانون يندار ويتعاود ويتصلح ونسوقوه للراي العام على ان درنا اون افونسي وثوره كبيره، ولكن اصلا في النهايه القانون لا يطبق ولن يطبق، ونصيب مجال التحايل. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك في فيدراسيون دو فوتبول، الوزير سبكاك في دوتر فيدراسيون اونت كيمي ضعاف، راح بعيد تاع الهوند بالك لانتيروفيلي ضعاف، اللي ما عندهمش ان امباكت سوسيال، ولكن في لا فيدراسيون جي دو فوتبول خط احمر اليوم. هاولي نتكلم على وزير شباب الرياضه، عندك قانون الجمهوريه اللي هو يقول لك الارتيكل 7 بالدوكري 15340 تاع نون كوميل اللي عدلوا خالدي ولا 2160، يقول لك في الماده 7 انه اللي يكون عنده وظيفه انتخابيه واحده ويترشح لوظيفه انتخابيه ثانيه ويفوز بها، إلي دون لوبليغاسيون باش يتخلى على الوظيفه الانتخابيه الاولى في غضون 30 يوم، ما يخيرش يطلق الاولانيه، وفي حال ما 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 ما, ما يديميسيونيش من الفونكسيون اليكتيف الاولى ممكن يتعرض حتى للشطب. والارتيكل 8 يقول لك مصالح الوزاره تحرص على تطبيق القانون. عم عندك دوكا سبعه في البيرو فيدا تاع لا فيدراسيون دو فوتبول راهم ثلاث شهور افيك ان كوميل، واش درت يا سبكاك؟